نهار كبير هذا. الله يحفظك. عندي حلقة خاصة مع إنسانة خاصة عندما كان خاصة. شكراً. لطيفة بنت الجنرال. شكراً هشام، الله يحفظك، شكراً على هذه الكلمات الطيبة اللي كتقولها دائماً في حقي. فوق ما حاولتي تقدمني ضيا ماشي بوحدي، عندك واحد الطريقة في التقديم اللي زوينة، فيها العفوية وفيها الإحساس